علشانك ممكن أخبط أو أزعق. أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جدلاً واسعاً بين المتابعين بسبب رسالتها إلى بطل كليب أغنيتها ما تعتذر الذي طرحته منذ يومين، والذي هو الممثل اللبناني رودني حداد. وفي التفاصيل، فقد طالبت نانسي من رودني الاعتذار منها بسبب ما فعله معها في الكليب. وكان عايد رودني نانسي بمناسبة عيد الأم، وكتب لها عبر صفحته الخاصة على تويتر: ينعاد عليك بعيد الأم، لترد عليه قائلة: اعتذر بالأول على الصريخ اللي صرخت عليه وبعدين عيدني. وعادت وأضافت: بس رح قلك سر، لو شو ما عملت بحبك كتير. هذا وكانت طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فيديو كليب أغنيتها ما تعتذر، والتي كانت أصدرتها قبل أشهر ضمن ألبومها الأخير نانسي 10. 3 2 1. سلامت سلامت أنا بحبك. وتصدر كليب الأغنية منذ إطلاقه عبر قناتها الخاصة على يوتيوب الترند في لبنان والدول العربية، إذ تفاعل المتابعون بشكل كبير مع قصته المؤثرة والتي تعكس معاناة الزوجة والأم مع زوجها المدمن على الممنوعات. واللافت في كليب الأغنية كان مشاركة الممثل اللبناني رودني حداد لنانسي بطولة العمل، وهو المعروف بأدائه التمثيلي المميز. هذا وكان لأداء نانسي التمثيلي في الكليب حصة كبيرة من تعليقات المتابعين الذين أثنوا على أدائها المقنع والمؤثر. ومن ناحية أخرى، كانت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو ظهر فيه فريق عمل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وهم يبكون بسبب ما فعلته. وقد ظهر فريق عمل الفنانة اللبنانية والذي أشرف على فيديو كليب أغنيتها ما تعتذر، وهم يشاهدون الفيديو في الكواليس ويستمعون إلى الأغنية بتأثر شديد، حتى إن أكثرهم كان يحاول مسح دموعه. وكانت تصدرت خلال الأيام الماضية قبلة الفنانة نانسي عجرم لابنتها ألا. وفي التفاصيل، طبعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم قبلة على جبين ابنتها الكبيرة ألا، وذلك أثناء تواجد الأخيرة ضمن الحضور في الحفل الذي أحيته في اسطنبول. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة اللبنانية وهي تغني أغنيتها الشهيرة لون عيونك، وتشير لابنتها للاقتراب ومن ثم تطبع قبلة على جبينها.